واش خويا؟ انا هنا في الذهب ياك. في الذهب. الذهب اسمي انا ما كاينش الذهب. لا لا حتى مدينه واعره. حافي. حسرة زاد. صح الشواء والماكله كاين. الريحه ديال الريحه ديال يا سلام ديال مراكش ياك. اودي فين تبان مراكش. بلاتي غادي نوريكم غير ما تخافوش. غير بقاو معنا وغير بقاو معنا ان شاء الله. يلاه نبداو الفلوق. مصر ام الدنيا ام العزيزه ما شاء الله. والله الا راح انا خوتي خصكم تجيو. والله الا غادي نقول حنا رانا يلا خرجنا مازال ما بدينا ندورو شفنا الصور. شوف بلاتي غادي عاشت ما تفهم والو. شكرا اخي. شوف ناس طيبه. شوف وري وري. شكرا اخي. الله يحفظك. ما قبلتها. لا انا ما قبلتوش اصاحبي. لا راه قال لي تحيا المغرب. اش معو جمعو الدراري دابا كنت نصورو ما صورتوش هو. الناس هنا ملاح والله. اش معو الدراري المغرب ولا شي بلاصه هكا. الله يرحبوا بكم ناس المغرب ناس طيبين ناس حلوين. احنا المغاربه سبحان الله فين مشينا كرحبوا بينا فهمت. بصح راه ضارب لهم التوني ما تنساوش. شدوا المغرب كيشوفوا التوني صافي. اقول لك مرحبا بالناس المغرب ومننا ومن هنا فهمت. ارحب والله الا ناس ملاح هذا اسكت جاي. خونا المصريين كيبغيونا فين مشينا محبين عندهم بلاصه فليت واي. عندهم هنا المحل اون فاصلي كاين هنا في واحد المناظر خلابه والله. واحد حتى طراتو بزاف واعر بزاف. واحد التعامل مخير كاع 10 0 ديال هاد الناس هادو. ها هو وكيطلع على سطح البحر. هادي الا جيتو لهنا راه خصكم تجيو لهاد البلاصه اللي كاينه في دهب. الدراري احنا جبنا واحد الفيكالا ندورو فيهم. درتي دابا هنا فاش نجيو البلاصه اللي فيها الكلاب بزاف. اودي كاع الدول العرب كتلقى فيهم هكذا. حنا غاديين في الفيكالا دابا جاي نتسارى ونشوف واحد الغروب. هنا بدا راه مكاينش بنادم بزاف راه مخيرة كاع. احنا كنا من بعد بيكارا ضربنا واحد شحال من كيلومتر باش نجيو لهاد البحيره هذه باش تشوف هاد الغروب الشمس. شوف الناس المصريين. خويا محمد راه تعذب معانا والله. يلا جلس جلس. كتلقى الناس هنا بزاف مريحين ومنظر واعر في البحيره. غروب واعر الله يستر. غروب واعر تلقى الشباب المصريين هنا البحيرة. وعن بعيد حياة هنا مزيانة. عندك هنا الخيل اللي بتكريهم تضرب عليهم دورة. قول اخويا محمد شي حاجة الناس. اخويا تبارك الله عليكم وخصكم تجيو لهاد البلاصة هذه زعما بلاصة رائعة. اجواء ما نقولكمش خاصكم تزوروها والله الا حاجه قابضه. انا ما عارفين حنا نمشيو على الحوايج القابضين ما كانش معنا الزعه هذه يا خوت اقطع. شفنا واحد الخطاب غادي بينا لواحد البلاصه. حنا هنا في مصر ام الدنيا. خويا محمد غادي يشوف المناظر ياك. كيف العيشة هنا في مصر؟ نعم. كيف العيشة هنا في مصر؟ والله الحمد لله. حلوة يا؟ الحمد لله. حمد الله ومشكور فضله. الحمد لله. في نعمة عظيمة. والله العظيم. بس تدوم. إن شاء الله تدوم يا شيخ. اللهم آمين. هذا فيديو للمغاربة.
هذا فيديو للمغاربة. على دماغنا يا عم، المغرب ومصر واحد. ايوه واحد. والله العظيم على دماغي يا حبيبي. مصر والمغاربة نحن اخوة طبعا، اخوة شعب واحد يا حبيبي. ايوه ما شاء الله. اي صناعة مغربية، اي حاجة مغربية. ايوه احنا بارك الله فيك اخي. نحن في المغرب نحب الشعب المصري والله. هذه جينا لحد اللحظة هنا سميتها ثري بول. الشكل ديال البرارك. حنا غادي نحطو دابا وغادي نوريكم كاين راه كاين تحت، ومن بعد لينا هاد الجبال هادو كاين حداهم. مصر واعر. شو واش تعرفوا كيفاش خادمين هاد القضية؟ حنا غادي نهبط لتحت وغادي نوريكم البوبل وكيفاش داير الجلسة كيفاش دايرة. شكل ديال المغرب في الأرض، شكل ديال أوريكا ولا شي ناضي. الله يلا ناضي. هادو هما الجلسات من الداخل اللي صورت لكم من الفوق. البلاصة مستيلية والله، حتى مستيلية. الناس دابا شحال شي حدا البحر، نجو نطلعو على البحر. كاين الناقة تما، السلام عليكم. اليوم قيتوني نهار الاخر عندنا حنا في ذهب، واحد الذهب هذه والله العظيم ما صورت لكم بزاف، ولكن واعر زوينه اصلا. كنت جيت عشان الذهب هذه، جيت غير باش ديسكونيكتا وباش نرتاح شويه من الخدمه ومن الاستريس ديال اسبانيا، ولكن واعر والله. الناس ديال الذهب والله 10/0 والله. ناس العمر هذا كاع ملي كيبدا يعرفوك مغربي كيبدا يتعاملوا معاك كويس والله العظيم. والله الا حلو تعرفنا مع فيلم فورماطو. لي تعرفت من المغرب حتى بدا فورماطي فيهم، يقول لي قلت تراك واعر، يقول لك تريح تراك واعر. والله الا كان علم فيلم العربي المغربيه صح، وما عجيش على المغرب والله العظيم. تقول لك راهنا في مصر مع احنا ديما مرحبين بالمغاربه. على راسي تقول لي ماشي على راسي، مرحبا بك. ولقيتني راه خرجت ريت التذاكر دابا نمشيو لشرم الشيخ، نشوف شرم الشيخ كي دايره حتى هي، عاد نمشيو للقاهره.
ويكون خير ان شاء الله. يلا فاميليا سل هنا سل الفيديو. السلام عليكم.